الله يخليك تحت امرك. احنا النهارده في اجتماع حصل عشان موضوع الزميله في قناه القاهره مش كده؟ تمام يا فندم. حصل اجتماع بناء على لجنه قام بتشكيلها الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لجنه مكونه من الاعلاميه الكبيره الاستاذه سناء منصور والاعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي. تمام. وانا بشرف ان انا في هذه اللجنه ومعانا الاعلامي الاستاذ محي الدين سعد رئيس القناه الثالثه. الحقيقه اللجنه اجتمعت اليوم وشاهدنا الحلقه موضع النقاش او موضع التقرير. واستوقفتنا يعني جوانب كثيره من هذه الحلقه وقمنا ب يعني كتابه تقرير مبدئي. التقرير بيتضمن حقيقه ان مقدمه البرنامج خرجت كثيرا عن معايير الاداء المهني. حضرتك طبعا اعلامي كبير وعارف ان البرنامج بيستعرض العديد من الاخبار التي ستطرح في اليوم التالي. والبرنامج بيعتمد على استضافه احد الخبراء سواء رئيس تحرير مدير تحرير احد خبراء الاعلام للتعليق والتفسير والتحليل للاخبار التي تتلوها مقدمه البرنامج. الحقيقه يا استاذ جابر ان حصل خلط واضح بين دور مقدمه البرنامج في مجرد تلاوه الاخبار والسعي بان يعلق عليها وان هي قامت بالفعل بتلاوه الاخبار والتعليق عليها من جانبها الشخصي. حكمت وجهه نظرها الشخصيه في الكثير من الامور. خرجت عن طبيعه الاخبار التي تتلوها وتطرقت الى موضوعات اخرى بعيده عن موضوع الخبر. لم تعطي للضيف الوقت الكافي وحتى الاحترام الكافي اثناء تعليقه وتفسيره لبعض الاخبار. قاطعته عشرات المرات، تدخلت برايها الشخصي، مارست الخلط بين الخبر والراي، وحضرتك تعلم هذا يعني لا يجوز لها، خاصه ان احنا بنستضيف شخصيه لكي تعلق او تحلل الخبر. ايضا يعني مارست مقدمه البرنامج شكل كده من اشكال التحريض ضد بعض ثوابت الدوله. هي من حقها انها تتبنى مارست شكل من اشكال التحريض ضد الدولة ضد ثوابت الدولة، يعني هجوم على بعض مؤسسات الدولة بشكل واضح وسافر وبعيد عن طبيعة الأخبار التي يعني تود التعليق عليه من جانب الضيف، لدرجة أن الضيف الحقيقة كان هو الذي يحاول أن يرجعها مرة أخرى إلى صميم الموضوع، إلى موضوع الحلقة، إلى موضوع الخبر، ولكنها كانت تخرج كثيرا عن ذلك. أيضا كان في مستوى يعني ضعيف شوية من الأداء، إخفاق في الإلقاء في اللغة العربية وكده، يعني مش عايزين نتوقف أمام هذه المسائل كثيرا، لكن الشيء المؤكد أن كان هناك خرق واضح جدا لكافة معايير الأداء الإعلامي بمثل هذه النوعية من البرامج. يعني احنا كتبنا هي تقرير مبدئي. كم نقطة يا فندم كتبتوها في التقرير؟ أفندم؟ كم نقطة كتبت في التقرير؟ يعني التقرير من صفحة واحدة، لأنه تقرير موجز وتقرير مبدئي، لكن احنا طالبنا في هذا التقرير وقف مقدمة البرامج فورا عن العمل وإحالتها لجهات التحقيق وسوف تتقدم اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي عن طبيعة المخالفات التي ارتكبتها مقدمة البرامج. يعني ما قدمناه اليوم هو تقرير موجز ومجمل، وسوف نعرض وقائع الحلقة في تقرير تفصيلي خلال يعني يوم أو يومين على الأكثر إن شاء الله. لكن القرار الأهم إن وقف الزميلة عن العمل تماما، وقفها وإعادتها للتحقيق فورا، لأن يعني مش منصوص وقائع تقديمه
في تجاوز يا استاذ جابر، في تجاوز. لا مش منصوص عن القواعد المهنيه، مش منصوص وقفها قد ايه يعني، ده مش من طبيعه عملكم. اللجنه التحقيق بتقول تمام مش كده؟ يعني لجنه التحقيق يا دكتور اللي تقول تتوقف قد ايه لو كان هناك قرار لوقفها فعلا؟ احنا طبعا حضرتك عارف اللجنه بتطلع توصيات، يعني الهذا هي توصيه بوقفها عن العمل واحالتها للتحقيق. انما القرار التنفيذي الفعلي سوف يصدر بالتاكيد من رئيس الاتحاد. من رئيس الاتحاد. التقرير النهائي يا فندم هتعملوه انت ان شاء الله خلال 48 ساعه على الاكثر ان شاء الله، لان في بعض الوقائع يعني تحتاج الى تفاصيل بدرجه اكبر و يعني احتكام الى بعض المواد القانونيه، فنبرمجها في تقرير تفصيلي ان شاء الله. طيب طبعا حضرتك الاهم هو القرار الاهم هو وقفها عن العمل فورا واحالتها للتحقيق، ولجنه التحقيق بقى هتشكل من جانب رئيس الاتحاد الاذاعه والتلفزيون اعتقد الاسبوع الجاي مثلا لو بعد حضراتكم ما تقدموا التقرير. وطبعا اللي حضرتك قلته، حضرتك بنتكلم دلوقتي عن 11 نقطه اللي حضرتك تفضلت بيها دلوقتي، يعني كنت بكتب ورا حضرتك كده للاستفاده يعني من الحاجات اللي حضرتك بتقولها. طيب في هذا الاطار يا فندم، انه انا عندي برضو مشكله في البرنامج هنا، ما انا بمارس الخلط بين الخبر والراي. لا يا فندم، سعادتك بتقرا الخبر وتعلق عليه. انما لما حضرتك يا استاذ جابر، وانا شرفت ان انا يعني كنت معاك في بعض الحلقات، اما بيكون مع حضرتك ضيف، حضرتك بتقرا الخبر ويعني تطلب من الضيف ان يحلله او ان يفسره. تمام انما بقى كل واحد يعني هنا الضيف، الموضوع كله بقى يا استاذ جابر في ضيف موجود من